خير؟ مزبوط السمعة اللي سمعناها ابن عمي؟ أني سمعة؟ إنه بدك تتجوز بنته لأبو طلعت بدرية اللي اسمها على اسمي والعرس بكرة كمان. إيه مزبوطة. إيه لأ تخنت بقى. أنا ينقل لي تخنت؟ روحي أنت طالق. لا لا تقول يا ابن عمي. لك شبك شبك ليش طلعت على المخلوقة؟ لك ما بكفي عندك ثلاث نسوان الرابعة لإيش يا أبو عبدو؟ الرابعة لإيش؟ أنا ينقل لي الرابعة لإيش؟ روحي أنت طالق. لا لا يا أبو عبدو لا. وأنت فتحية؟ مبروك ابن عمي. الله يبارك فيكي. طولي بالك يا بدرية حبيبتي، طولي بالك وحياة عينك لأخذ لك حقها من هاي السعدانة اللي بده يتجوزها. بدك يا فتحية بس بدي أسألك سؤال، أنا شو حكيت مشان يطلقني؟ لك والله بعرف إنك ما حكيت شي، واللي حكيتيه كنت أنا رح أقوله. بس يا فتحية أنت ما قلتي شي. طبعا ما قلت شي، ما شفتي كل ما واحدة حكت عم يرمي عليها يمين الطلاق؟ يعني شو رأيك نصير إحنا ثلاثتنا مطلقين وتيجي هديك على البارد المستريح تتهنى فيه؟ قلت لحالي خليني ساكتة وضل شوكة بحلقه. يا مانة برقبتك يا فتحية لا تخليها تتهنى بأبو عبدو بنوب بنوب. وحياة الولد اللي ببطني ما رح خليها تتهنى فيه بنوب بنوب، ولا أخذ لك حقك إلك ولا فوزية، ولا خليه يطلقه ويرجعك. لا أنا ما بدي أرجع له بنوب بنوب، لكن بيطلقني مشان يجوز هي الفصعونة بنت أبو طلعات. لا وشو كمان اسمها بدرية مثل اسمي. لك ليكون مفكر حاله إذا تجوز ثلاث بدريات بيطلع له كنز. لا عبدو تعال هون. نعم يا بي. شبك ولا يا بي؟ ليش هيك عملت؟ ليش طلعت لأمي؟ والله ما صدقت امتى رجعتها. خلاص ولا اذا مو عاجبك ببعتك تنام عندها، فهمت؟ خلاص خرسنا. اسمعني منيح، هلا بتاخد امك على بيت اهلها، خليها تقعد بالدار اللي ترك لها اياها جدها، وكمان خود بدرية معك وصلها على بيت أهلها. بس يا بي. بلا بس يا بلع، وارفع راسك لفوق وتطلع فيني لما بتحاكيني. لك عين تطلع فيني ولا؟ وبترد علي لما بسألك ولا؟ وعلى شو بدي جاوب يا بي؟ بترد بوقعها كمان؟ يا بي إذا نزلنا راسنا ما خلصنا، وإذا ما حكينا ما سلمنا، وإذا حكينا تواقحنا. خلص اعدمني وريحني. شو محمود وينه؟ ليش ما اجا؟ محمود زعلان زعلان كتير. ليش بقى؟ قال لأنه هي رابع وحدة بدي يتجوزها أبو عبدو. ما اختلفنا، بس على زمته حسب ما عرفت ما في غير وحدة وهي الثانية، الباقي كلهم طلقوا مباري. لك ايه يلا محمود شو عم بيقول؟ انه معقول أبو عبدو الأجدب صار متجوز أربعة وهو لهلا ما لقى وحدة يتجوزها؟ هو هيك عم يقول. لك ايه قال يخليله شي وحدة من بنات الحارة يتجوزوا. يا لطيف. وانت شلونك مبسوط؟ أنا عاد. طيب لك بدي اسالك سؤال. سؤال؟ هلا الروح بتمشي شيء؟ طبعا لا. ليش عم تسال؟ لانه على طول عم بسمع ابي بالليل عم يقول تعي يا روحي. زعيم الحقيقة ما حيحسن يجي، عنده مشكله كبيره. روح الدور. شو المخرج؟ شوف الزعيم شايفه مو على بعضه.
شو عرفها؟ لك شو عرفني؟ ما لك شايف ملام متغيرة غير الشكل، على أساس أنت تفهم بالفلسفة والفلسفة وعلم الفراسة. بتشك بهالقصة؟ يعني بصراحة بلشك. شيء؟ لأني ماني شايف شيء، يعني السؤال صعب. لا هو السؤال سهل بس الجواب صعب. هلا أعطي مني الخمس ذهبات وروح شوف العقيد شو قصته. بسم الله. ان شاء الله الف مبروك يا ابو عبد. ايه الله يبارك فيك زعيمنا، خلينا اياك يا رب. تخرجهم بالهنا. الله يوفقك سلم الايدين. وانا عذرني يا ابو عمرو، بضطر اني اروح عندي شوي شوي. ليش عبدو الزعيم؟ خلينا نتبارك فيكم، بعدين لسه ما ضيفنا المحلايه. مركول يا ابو عمرو مركول. ان شاء الله عبال عند العزابيه يا رجال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك يا زعيمنا. قريب العريس. مبروك عمي ابو عمرو. الله يبارك فيكم عمي. شباب. مبروك يا ابو عبدو. اهلين الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. شبك ابو عبدو؟ هذا العود ما عم يشعل، مع اني قبل شوي شعلت فيه.